لم يفرض العرب أي شروط أخرى لإنهاء النزاع في الشرق الأوسط ولاستتباب السلام. ولولا انتهاك إسرائيل لحقوق الشعب العربي الفلسطيني واحتلالها لأراضي ذلك الشعب والأراضي السورية والمصرية المجاورة خرقا لميثاق الأمم المتحدة ولقراراتها، لولا ذلك لما كان هناك سبب لنشوب أي صراع أو أزمة في المنطقة. إن أكبر دليل على أن مشكلة الشرق الأوسط هي النتيجة المباشرة لقضية الشعب الفلسطيني هو أن حالة الحرب والصراع ظلت قائمة بين الدول العربية وبين إسرائيل طوال المدة ما بين عامي 1947 و1967، أي لمدة 20 عاما قبل أن يكون هناك أي شبر واحد من الأراضي العربية السورية أو المصرية تحت الاحتلال. لقد زاد عدوان إسرائيل على الأقطار العربية عام 67 من شدة الصراع وتعقيده بالطبع، ولكن ذلك العدوان لم يكن بداية النزاع. ويمكن القول بنفس المنطق أن انسحاب إسرائيل من الأراضي السورية والمصرية وحدهما لن يكون كافياً في حد ذاته لإزالة جميع أسباب الصراع في الشرق الأوسط، بل لا بد من إنهاء العدوان الصهيوني على الشعب الفلسطيني بالمثل وإعادة أراضي هذا الشعب إليه لتمكينه من ممارسة حقه في السيادة والاستقلال وتقرير المصير فوقها وفقاً للميثاق ولقرارات الأمم المتحدة ذات العلاقة. السيد الرئيس، لقد أصبحت هذه الحقيقة واضحة لدى الأغلبية الساحقة من الدول والشعوب ومؤيدة من قبلها، ويكفي للدلالة على ذلك الرجوع إلى بيانات وآراء 50 دولة